واحد من أهل البحرين سمع هذه الآية في الانستغرام عندي، دق علي هذا البحريني قال لي أنا 24 سنة مدمن كحول، أبشرك أنا هدان الله عز وجل بسبب هذه الآية. فالله قلت له ترى هذه الآية قبل أن تحكي واقعك كانت تحكي واقعي، هذه الآية كانت تحكي واقع منصور السالمي قبل الهداية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.